العنصر الثابت الناجح دائما ما يزال موجود وسيظل دائما. اي هزه بتحصل او اي تراجع في النتائج بيحصل لو العنصر الثابت اللي موجود اللي انا هتكلم عنهم دلوقتي. عندنا مجلس اداره يستحق كل التحيه. عندنا مجلس اداره انا بشكرهم جدا، يعني كابتن محمود الخطيب انا بشكرك جدا يا كابتن خطيب، انا بشكرك لانه اذا كنت بشكر الكابتن محمود الخطيب فانا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي اللي من وجهه نظري دائما ما يعمل شيء واحد فقط، ما يراه في صالح الجمهور. جمهور النادي الاهلي اللي دايما كلنا بنتكلم عنه وبنقول ان هذا الجمهور هو الافضل، افضل حاجه في حياتنا بالنسبه لي وبالنسبه للجميع هو جمهور النادي الاهلي. واللي يراهن على جمهور النادي الاهلي دايما كسبان. لان جمهور النادي الاهلي هو اصل الحكايه وسر الانجازات. هيظل هذا الجمهور هو احسن حاجه في حياتنا. دايما بنتكلم عنه لانه فرس الرهان والحصان الكسبان والنجم الدائم والسند والظهر ومصدر القوه والتحدي. حضراتكم دائما ما تكونوا مصدر القوه والتحدي في كل حاجه. فشكرا ليكم ايضا، ولكن ايضا النهارده انا من حقي ان انا اتكلم عن مجلس اداره محترم برئاسه اسطوره من اساطير كره القدم واسطوره من اساطير الاداره. كابتن محمود الخطيب من 2018 وحتى الان في 6 سنوات بطولات كبيره جدا، انا مش هتكلم عن ارقام لان احنا بنعد لهذه الحلقه. بنعد لهذه الحلقه لانه عندنا مجلس اداره يستحق كل التحيه وكل التقدير. لانه انت في ظل الظروف الصعبه وفي ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه جدا جدا على الجميع بيجي لك نور، هو نور النادي الاهلي. نور ان انت ازاي تكسب بطولات، نور ان اللي انت ازاي تفضل واقف على رجلك، نور ان انت ازاي ما تتاثرش رغم التاثر الكبير لكل الفرق اللي موجوده في مصر او لكل الفرق الرياضيه اللي موجوده في مصر وكل الالعاب اللي موجوده في مصر. ولكن بحكمه مجلس اداره برئاسه كابتن محمود الخطيب وكان الله يرحمه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اللي كان له دور كبير جدا جدا في كل هذه الامور وفي العاب الصالات تحديدا في كل الالعاب، ولكن دايما بنشيد بدوره وعمرنا ما بننساه في كل هذه البطولات وفي كل هذه الانجازات. الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الله يرحمه كان له الدور الاكبر والابرز بعدما كان هناك تفويض من مجلس الاداره، مجلس اداره بيثق في نائب رئيس النادي فحطه على ان يكون هو المسؤول عن كل العاب الصالات، وبالتالي تم اتخاذ قرار بقرار مجلس اداره بوجود نجم كبير زي كابتن خالد العوضي اللي زي ما حضراتكم شايفين في السلة موجود، في الطايرة موجود، في الهاندبول موجود، عندنا مشكلة هنا بيروح يحلها، عندنا مشكلة في باريس بيروح يحلها، مش عايز أقول لحضراتكم أنا واحد من الناس القريبين جدا من خالد العوضي وعارف وبحب خالد العوضي جدا، ولكن كل ما أكلمه يقول لي أنا في الحتة الفلانية بعمل كذا أو بعمل كذا أو بعمل كذا، وبالتالي هو ده النجاح، كل اللي بيعمله بيعمله عشان خاطر النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. ألف مبروك لهذه المنظومة الرائعة، ألف مبروك يا كابتن خطيب، من حقك إن أنت تفرح، من حقك إن أنت تتبسط، لأن أنت وقفت ورا كل الفرق اللي موجودة في النادي، لما بقول كابتن خطيب يبقى بقول مجلس إدارة محترم، سواء الوزير العمري فاروق الله يرحمه نائب رئيس النادي الأهلي، أو الكابتن خالد الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق، أو أستاذ كل بقى المجموعة اللي موجودة في أعضاء مجلس إدارة، دكتور محمد شوقي، أستاذ طارق أنديل، أنا هقولهم بالاسم، كابتن حسام غالي، دكتور محمد سراج، أستاذ محمد الجرحي، دكتور أستاذ محمد الضماطي، الكابتن مي عاطف، أستاذ محمد الغزاوي، الحقيقة كل الأسماء اللي موجودة اللي أنا بتكلم عنها كان لها الدور الأبرز أيضا في مساندة كل الفرق الرياضية في العاصمة الإدارية، بتلاقوهم في صالة حسن مصطفى هنا في أكتوبر، بتلاقوهم في كل الأماكن بتلاقوهم، ودايما المساندة والدعم موجود، ودايما المساندة والدعم موجود. ألف مبروك لمجلس إدارة يستحق كل التحية وكل التقدير، ودائما سيظل النادي الأهلي هو مصنعا للأبطال.